والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه. نشكر كل الأخوة المجاهدين الشرفاء النظفاء بقصفهم الشريف. الآن تحترق بإذن الله تعالى، والآن أيضا من هذه من جهة اللواء أطلق على الميك صاروخين، وبفضل الله عز وجل لم يتم طبعا رمي الميك، بس ولكن أنا أعتبرهم من المجاهدين الأبطال والشجعان. هذه النيران تتصاعد يعني كما تشاهدون من محطة الحجيف بريف دير الزور الغربي جراء استهدافها من قبل المجاهدين بالقذائف الدبابات والهاون. نعم بارك الله فيك. مو قاعد راحة والله، غلط صاروخ يا حرام يا الله، والله هذا